ننتقل للأهداف التي يسعى لتحقيقها هذا الفريق. الفريق جاء لتلبية قلق دولي بأن هنالك فجوة جديدة بدأت تظهر في العالم. كنا نعاني خلال حتى الآن من فجوة الفقر والغنى الاقتصادي، وقسم العالم إلى قسمين، العالم الغني والعالم الفقير. عندما دخلت ثورة المعرفة وثورة المعلومات ظهرت مشكلة فجوة جديدة اسمها فجوة المعرفة أو الفجوة المعلوماتية أو الرقمية، سمها ما تشاء، وهذه أكثر خطراً من الفجوة الاقتصادية، لأنك في الفجوة الاقتصادية تستطيع أن تعيش على هامش ما يمكن من الدخل. إنما في الثورة الرقمية إما أن تكون ضمن عالم المعرفة أو خارجه، فيش حلول وسط، فيش حل وسط. إما أنت جزء من عالم المعرفة، إذا استطعت أن تدخل إلى هذا العالم، ولكي تدخله يجب أن يكون هنالك بنية تحتية تتيح لك الاتصال السريع والرخيص والمتوفر دائما، وبنفس الوقت أن تكون لديك المعرفة بكيفية الدخول إلى عالم المعرفة، كيف تستعمل الإنترنت مثلا، كيف تستعمل تقنيات المعلومات. فبالتالي ظهرت هذه الفجوة التي أظهر العالم كله على مستوى قادة العالم قلقا عن مستقبل العالم في ظل الفجوة الرقمية، وطلب تشكيل هذا الفريق ليعالج هذه المشكلة. هنالك مبادرات كثيرة كانت قبلها، ومنها مبادرة اللي بيسموها الجي 8.4، أي الدول الأغنى الثمانية في العالم، أو كانت سبعة وضيف إلى روسيا، كانت عندها مبادرة بدأت في جنوة من 3 سنوات لمعالجة هذا الموضوع. هذا الفريق سينتهي دوره في جون، وستحول مهامه إلى هذا الفريق التابع للأمم المتحدة. ما أريد أن أقوله أنني أنا لست فقط بطبيعتي متفائلا، إنما متفائل واقعي. أنا أقول أننا إذا كان فشل العالم في مواجهة مشكلة الفجوة الاقتصادية، لأنه من الصعب على الغني أن يمد إيده إلى جيبه ويعطي الفقير، من الصعب. الدول الغنية تجد مرارة، وإذا أعطت الفلوس تعطيها بشروط ولمصالح، وأغلب المرات تكون هذا التمويل هو لتمويل مصاريفها ومصاريف خبرائها وفرق عملها وإلى آخره، ولتنمية أسواقها ولتنمية مصالحها. ففي صعوبة أنك تقدم مال من جيبك. في الفجوة الرقمية مصلحة الدول المتقدمة هي كمصلحة الدول النامية بالضبط في حل المشكلة. لماذا؟ هناك مصلحة متبادلة على نفس بالضبط. القدر من الأهمية؟ بنفس القدر من الأهمية، يمكن أكثر، من قبل الدول المتقدمة، ولذلك جاء حرص. لماذا؟ لأنك أنت إذا قلنا أن العالم ينتقل ليصبح عالما ما نسميه virtual، أي افتراضي، أن هنالك تجارة تقليدية وهنالك سوق تجارة إلكترونية جديد عم يتكون وعم يزيد في المليارات يوميا، إذا افترضنا أن التعليم، الإعلام، التجارة، الحكم، السياسة، كله سيتم من خلال الاتصال الإلكتروني أو ما يعرف بالإنترنت، وهو وسيط الاتصال الإلكتروني، من خلال شبكات الاتصال المبنية على تقنية المعلومات ووسائل الاتصالات كلها مربوطة ببعض. ولذلك فريق العمل هذا الذي تشكل اسمه فريق عمل تقنية المعلومات والاتصالات، لأنها مرتبطة في بعضها. فإذا قلنا أن هنالك توجه ليصبح التجارة في المستقبل تجارة إلكترونية، والآن بدأ هنالك شركات الآن لو طلبت أن تشتري منها بالطرق التقليدية لا تبيعك، لأنها مش فاضية، تصرف سنة برقيتنا وبرقيتكم، فاكسنا وفاكسكم، عندما تستطيع أن تتم الصفقة إلكترونيا في خلال ساعة مع طرف آخر مجهز ليتعامل معها إلكترونيا. فإذا العالم سيواجه مشكلة، العالم المتقدم، بأنه سيكون سوقه الإلكتروني أقل من 20% من العالم، لأن العالم المتقدم يشكل أقل من 20% من العالم كسوق، وليس فقط كسكان. السوق الاستهلاكي في العالم هو حيث نحن، حيث العالم النامي، امتدادا على عبر آسيا كلها وأفريقيا كلها. لكن هو أكبر سوقين استهلاكيين في العالم أمريكا والاتحاد الأوروبي. هذا حتى بالحجم، حجم اقتصاد، خلينا نميز. عندما تتكلم عن حجم الاقتصاد
أكبر اقتصادان في العالم هما ما في شك الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي، وإن كان الاقتصاد الصيني مرشح لأن ينافس على الأقل خلال 10 سنوات ليصبح في مقدمة الاقتصادات. وبالمناسبة أنا دائما ألفت النظر، أنا كنت في تكلمت عن موضوع بمؤتمر في هونغ كونغ، وتكلم وزير الاتصالات الصيني في لقائنا في هونغ كونغ، وقال إنه في خلال 5 سنوات يعني 2005 سيكون في الصين 650 مليون تليفون، خط تليفون، يعني أكبر سوق للاتصالات، يعني مش بس أكبر سوق، يعني ضعف سكان الأم الولايات المتحدة الأمريكية، ضعف سكانها. يعني حتى لو كل أمريكي مهما كان لو الطفل عمره سنة عنده تليفون بكون عدد التليفونات اللي في الصين ضعف سكانها، أخطر من هيك. الآن 50% من المستعملين للإنترنت أمريكيين، يعني مستعملين الاتصال الإلكتروني 50% أمريكا و50% بقية العالم. في عام 2005 سيكون 50% من مستعملي الإنترنت صينيين، وال50% بقية العالم وأمريكا ستكون نسبتها في حدود 20%. نعم. هذا تحول جذري في عالم تقنية المعلومات. ماذا يعني ذلك؟ يعني بأن السوق الصينية ستصبح مفتوحة لمن يملك الاتصال مع السوق الصينية. لذلك الدول المتقدمة الراغبة في أن السوق الصينية الضخمة، والهند وكذلك المنطقة العربية وأفريقيا بكاملها، جنوب أمريكا، شرق أوروبا. أنت تكلمت فقط عن 3 اقتصادات متطورة اللي هي أمريكا وأوروبا واليابان، إنما هذول لا يشكلوا في كسوق استهلاكي إلا أقلية، لأنه هي سوق مصدر، سوق منتج، منتج على من ومسوق على من؟ على دول بقية دول العالم. الدول المتقدمة مصلحتها هي في تطوير تقنية المعلومات والاتصالات في العالم ليكون سوقا لمنتجاتها. سؤال طبيعي، يعني هل أنت تفضل أن تبيع على 20% من العالم ولا على 100% من العالم؟ على 100% بالعالم. هذا هو المنطق. لذلك أنا أقول أني لأول مرة أنا متفائل بأن الفجوة هذه بخلاف فجوة الثروة الاقتصادية، هذه الفجوة للطرفين فيها نفس المصلحة، ولذلك الأطراف اللي اجتمعت في هذا الفريق العمل والتي تضم الدول المتقدمة وتضم الدول النامية والمنظمات التمويلية العالمية، البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة إلى آخره، الشركات صاحبة المصلحة الاقتصادية في العالم، المنظمات الخاصة هنا.